محمد العربي دداش. نعم، شنو المشكلة عندك؟ المشكل اللي عندي انا من عام 1979 وانا نملك هذه الارض. هذه فين جات هذه الارض؟ هاد جرز جات في كابيلا طريق شوشاطور وهذا سمير كابيلا. نعم، هاد الطريق هذه انا نملكها من عام 1979، كانت مغمله وانا شجرتها وصلحتها وخدمتها وعملت فيها واحد العدد الاتعاب. عندك الوثائق ديالي القانونيه؟ عندي الوثائق ديالي، عندي الشهاده الاداريه وعندي الشهاده البلديه وعندي بان نستثمر هذه قطعه الارض. نعم، جات الدوله الاملاك المخزنيه قالت لي ديالها، مشينا انا وهي للنزاع. اول مره عملوا لي نزع الملكيه. شمن سنه باش وقع هذا المشكل؟ هذه دابا عامين 3 سنين باش وقع المشكل، عملوا لي نزع الملكيه مع جبل زمزم، وهذه انتم تشوفوا بعينكم انا بعيد على جبل زمزم اكثر من 7 الكيلومتر اللي بعيد عليها. هذه لا تبع جبل زمزم الا تتبع واذا سمير كابيلا شوشاطور. من بعد ما يجوا عملوا لي نزع الملكيه الثانيه، عملوا لي نزع الملكيه الثانيه بوحدي، انا بوحدي عملوا لي نزع الملكيه الثانيه الاملاك مع الاملاك المخزنيه. نعم، مع الاملاك المخزنيه، ولكن على اللي تشوفوا دابا انتم بعينكم هنا ما كايناش الاملاك المخزنيه، اللي كاينه الشركه شوشاط، الشركه ديال التمودابين. شكون مولاها؟ مولاها كريم الزناقي هو اللي كاين في القوانين ديال الشركه، ولكن المصرف ديالها هما جوج ديال الخوت ولا ثلاثه ديال الخوت. هذا مكاينين عندهم واحد المسؤوليه، واحد فيهم عندهم واحد المسؤوليه كبيره في الحكومه، في الحكومه، ويستفيد النفوذ ديالو على هذا المواطن اللي مسمى محمد العربي دداش، اللي سيدنا نصره الله يخطب ويعطي الوقوف ديالو يوقفوا مع الجاليه المقيمه بالخارج، وانتم تشوفوا بعينكم هذا الوقوف اللي يقفوا معنا احنا هنايا. حيت هاد الناس هذا ما يقدر لهم غير الله تعالى وتباركه، وهذا في هاد الساعه هذا انا موجود في الارض نكمل على هذا المشكل مع الاملاك المخزنيه. تواجهنا للقضاء، ما يتواجهنا للقضاء، علاش تواجهنا للقضاء؟ على حسب صاحب الجلاله نصره الله يقول اذا كاين شي حاجه تواجهوا للقضاء. هبطوا لهنا الهيئه المحكمه، هبطت حتى لهنا في احنا واقفين في عين المكان، هبطوا لهنا. والاملاك المخزنيه الجواب ديالها امام القضاء، ولكن واخا ما كايناش في المحضر هذا الكلام التقى الممثل الاملاك المخزنيه، ما يسقصها المقرر ديال المحكمه هنا في عين المكان، قال له فين جات الارض ديالكم؟ هذاك تواجه لي قال لي دداش مي غينقزوا الارض. جيت انا قلت له السيد الرئيس كيفاش هذا من الاملاك المخزنيه، ممثل الاملاك المخزنيه يسقسيني يقول لي هذه الارض فين جات وفين هي؟ جا المقرر ما قدرش ما جاوبنيش. مشينا لعين المكان، دليت انا بالوثائق ديالي، المحكمه مشات في اتجاه هو ما يدلو بالوثائق ديالهم، ما كاينش عندهم الوثائق على حسب يقولوا التيتر الخليفي 663 لا وجوده. هذاك التيتر الخليفي موجود في مدريد، موجود في مدريد، ما موجودش عندهم هنا في الحمايه الاسبانيول اداوه. والبلان البلان ديالهم هما يدلوا به الاملاك المخزنيه ما يوصلش لهذه المنطقه، هذه ما يوصلش فين احنا واقفين دابا. السلطه المحليه، العامل السابق، العامل الواحد ما ننساش الخير ديالو، العامل الواحد ما ننساش الخير ديالو، هو عيط للسيد العامل صاحب الجلاله اللي كان في المدياق وقال له مودي شوف هذا السيد انا ما جبرتنا حتى شي صعوبه، ما جبرتنا حتى شي صعوبه، هذا السيد هذا دابا شريو منه او تشوفوا ما تعملوا معه. فعلا السيد العامل صاحب الجلاله قال انا قدامي ما تهضروش في هذا الشيء هذا، خرجنا من برا. جا ديك السيد اللي جا عمراني ولا شنو من كازا، قال لي سيدي انا نقدر نعطيوك 600 المليون. فاش غيعطوني 600 المليون؟ يعطوني 600 المليون فوق طرد الارض اللي هو في النزاع في المحكمه، وفي 3 القطار اللي هي محفظه. جيت انا سالته قلت له شحال تبيعوا انتم الارض؟ تبيعوا البله تما تبيعوها بمليار و200 مليون، كيفاش انا تعطيني 600 مليون؟ رجعنا عند السيد العامل صاحب الجلاله، قال لي لا حول الله ولا قوه الا بالله، انا ولدي ما عارفش شنو غنعمل في هذا الشيء هذا. هذا قال لي لواحد العامل من موراه جاو 3 وزيدوا حنا العامله ديال الريكون متصرفه وصافي. حنا عندنا الجهه هي اللي تحكم، ماشي هذا من العامل، هذا من العامل بالنسبه لي انا، بالنسبه للناس ديال المدياق وزيد وزيد، موظف صغير ما عندوش السلطه كمعامل صاحب الجلاله. فعلا كاين في الوراق عامل صاحب الجلاله ديال المدياق وهذه، ولكن هو بيدو يقول لي انا ما عندي ما ندير، اذا عندنا ما ندير، حنا ما عرفناش ماذا تجي.